يحيى العمر 31 سنة؟ نعم. ما شاء الله عليك، مهندس ماجستير؟ نعم خلص ماجستير هندسي؟ نعم ماجستير. وين تخصصت؟ ماجستير هندسة مدني، هندسة بنى تحتية، خلصت منحة بهنغاريا. نعم نعم. وهلأ شو عم تشتغل؟ حاليا اشتغل مطور مشاريع في إحدى المنظمات الإنسانية. طموحاتك هيك لشوف. طموحاتي يعني بالنسبة لهالبرنامج أوصل للمليار. لا لا مش البرنامج، بالحياة شو طموحاتك؟ بالحياة يعني بصراحة يعني ما مثلا ما عندي شيء محدد بالحياة. ما في شيء محدد؟ ما في شيء مثلا يعني. تزوجت مثلا؟ حاليا لا ما متزوج. ما عندك طموح تتزوج؟ بالمستقبل إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق. بدي أشرح لك شوي عن قانون هالمسابقة. عندك مشوار إلى المليار على مدى 16 سؤال. أمامك 16 سؤال حتى تربح المليار. ما بخفيك إنه في أسئلة رح تكون صعبة، بدك تفكر كويس. بالنسبة للأسئلة الصعبة سهلنا لك إياها شوي، في عندك ثلاث وسائل مساعدة. عندك أول وسيلة هي تبديل السؤال، منبدله ببلاش أول مرة. الوسيلة الثانية إنك بتشتري جوابين، نعطيك سؤال نعطيك أربع إجابات تختار أنت اثنين، أو نحن أنت بتشتري اثنين منخلي لك اثنين. لما بتشتري اثنين تتراجع إلى الدرجة اللي كنت فيها قبل، يعني معك مليون كان ترجع إلى 500 ألف مثلا. هلأ الوسيلة الثالثة إنك تشتري سؤال كامل كمان تتراجع درجة، بعدين فيك تنسحب لما بدك، فيك تقول لي خلص أنا وقفت بكتفي بالمبلغ اللي أخدته وبطلع. بس ما فيك تطلع بعد ما أنا أطرع عليك السؤال، يعني إذا شفت السؤال ولقيته أنه مش على خاطرك ما بتعرفه وتقول لي أنا بنسحب. لا، إذا سألتك السؤال مضطر تجاوب، وإذا إجابتك غلط بتخسر. هلا في شيء تاني، أنه قادر أنت تثبت الربح بأي مرحلة بتريد، يعني صار معك مليون قلت لي أنا ثبتت على المليون، معناها أنه شو ما ربحت بعدين ورجعت خسرتهم ما بتنزل تحت المليون، أو شو ما ربحت مثلا فوق 10 ملايين ترجع على 10 ملايين ما بقى تخسر. بس أنت تختار تثبت الدرجة اللي بتوقف عندها. أوكي؟ واضحة؟ واضح. في شي سؤال معين؟ هلأ إذا في شي تاني هيك سألني إياه أثناء المسابقة. لا أنا بدي أسألك، أنت جاهز؟ جاهزين إن شاء الله. جاهزين؟ أهلا وسهلا فيك. إذن مع يحيى عدنان والملياردير. السؤال الأول، في أي مدينة تقع منارة الملوية؟ الحلة، سمراء، العمارة، كربلاء؟ الإجابة الثانية سمراء. إجابة الثانية سمراء. هذا جواب نهائي؟ إن شاء الله. سمراء الإجابة صح. هذه أول 100 ألف. يلا كويس. أنت متوتر شوي؟ يعني شوي؟ يلا بس لا ما شاء الله عليك، وجهك مبتسم وريح أعصابك. طبعا أنا أمام عملاق من عمالقة الإعلام العربي. الله يخليك. طيب هلأ السؤال الثاني. هلأ نحن بعدنا بالأسئلة السهلة، انتبه. أكمل المثل التالي، تشيك التهايم وانت ماشي، تركض، قاعد أو نايم. تجيك التهايم وانت قاعد. فكر منيح بعدك بتالي سؤال. لازم تكون على القافية، تجيك التهايم وانت نايم. نايم؟ نايم ان شاء الله. جواب نهائي؟ نعم. تجيك التهايم وانت نايم طبعا، على الآفي صح. صار معك 250 ألف. هلأ سؤال 500 ألف، شوف الأرقام كيف عم تكبر. يلا إن شاء الله. إن شاء الله. ممثل عراقي اشتهر بشخصية أبو جحيل في مسلسل ذئاب الليل. مهدي الحسيني،
بهجة الجبوري، سامي قفطان، جواد الشكرجي. بصراحة أنا بالفن شوية ضعيف. خايف؟ كيف معلوماتك الفنية؟ كيفك بالفن؟ مسلسل ذئاب الليل شايفة بس ما كنت صغير يعني. مين اللعب شخصية أبو جحيل؟ بهجة جبوري يمكن. لا لا انتبه، ما تجاوب إذا مش متأكد، لأنه هلأ بتجاوب بيطلع الإجابة خطأ بقلك باي باي، فنحن ما بدنا نخسرك. يمكن جواد الشكرجي. جواد الشكرجي إيه يمكن. هلأ محتار أنت؟ نوعا ما محتار. طيب شو بدك تقول؟ أحذف إجابتين. تشتري إجابتين؟ يعني إذا اشتريت هلأ الإجابتين هلأ نحن فينا نعطيك تبديل السؤال ببلاش، معك 100,000، ليش تخسرهم هلأ؟ أبدل السؤال أفضل. تبدل السؤال؟ أبدل السؤال. خلص خلينا نبدل له السؤال. سؤال فني يعني مو اختصاصي بصراحة. ما اختصاصك، بعرف. بدلنا سؤال. إحدى هذه الأدوات كانت تستخدم للعجن. هاون، منشفي، معجاني، جذر. معجانة. معجانة؟ في عجن ومعجانة، لازم تكون معجانة للعجن ولا لا؟ طيب هذا سؤال سهل. هذا سهل. جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله. جوابك صح. هلأ صار معك 500,000. جاهز؟ جاهزين. بنشوف سؤال المليون. نادي عراقي يلقب بالسفانة. الميناء، النجف، الطلبة، الزوراء. الجواب نادي الميناء. متأكد؟ إن شاء الله. جواب نهائي يعني؟ جواب نهائي. الميناء. شو؟ متأكد إن شاء الله. متأكد؟ متأكد. وليش خايف؟ صاروا مليون، ربحت.